الأسواق المركزية المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى كانت قبل العام 2003 مقصداً لجميع فئات المجتمع العراقي لما تمتاز به من مختلف البضائع ذات الجودة العالية، لكن عقب ذلك التاريخ تعرضت المواقع إلى عمليات الحرق والدمار التي رافقت الأحداث في وقتها. مسؤولون عن الأسواق تحدثوا عن السعي لإعادة الحياة إلى تلك المؤسسات سواء عن طريق الجهد الحكومي أو الشراكة مع القطاع الخاص. تمتلك فقط في بغداد تسع أسواق مركزية، أما على عموم العراق فهي تمتلك عدا إقليم كردستان 18 سوق مركزي. بدأنا في موضوع استثمار هذه الأسواق. التجربة الأولى هي لدينا سوق المنصور، سوق المنصور المركزي الذي تم إحالته إلى الاستثمار إلى شركة إحدى شركات القطاع الخاص، وهذه سوف تكون انطلاقة لكافة الأسواق المركزية في على عموم العراق. تعرضت إلى الحرق والنهب والسلب، فظلت الأسواق المركزية حتى بضاعتها الموجودة بالمخازن، مخازن السوق الحرة كانت بها بضاعة أجود المناشئ. القرار 128 لعام 2017 القاضي ببيع تلك الأسواق إلى القطاع الخاص يمثل بحسب حديث المسؤولين اندثارها وضياع مؤسسات ومساحات كبيرة، فيما وجد متخصصون اقتصاديون أهمية إنعاش هذه الأسواق التي ستؤمن الأمن الغذائي للمواطن وتعزز من الصناعة العراقية. يمكن أن تكون هذه الأسواق اليوم تكون أداة للترويج للصناعة المحلية، تكون بمثابة معارض، أيضا يمكن أن تكون دعم للطبقات، يكون عن طريق سلع مدعومة للطبقات الفقيرة وللموظفين، فيكون بها نوع من تحقيق الأمن الغذائي من جهة، الاستقرار الاقتصادي، وأيضا يكون دعم للصناعة الوطنية من خلال البضائع اللي يتم الإعلان عنها في هذه الأسواق. هذه الأسواق التي كان فيها العراق رائدا في إنشائها أصبحت اليوم أطلالا لتتعالى الأصوات بإعادة إحيائها لتكون مراكز تجارية في بغداد وبقية المحافظات. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد.